جابوا بعد كده اخواتهم في التلفزيون، فلقيتهم والامهات، جابوا الامهات، فحبايبنا ديكهم لما بيستشهد ليهم حد، يا رب يتم ولادهم، يا رب احرق بيوتهم، يا رب يا رب. بصيت لقيت دول بيقولوا ايه، لا ده احنا بنصلي لهم ربنا ينور بصيرتهم، ربنا يهديهم لنفسهم، ربنا يعرفهم الاله الحق. انا عرفت قصة دول، مش كان في واحد اسمراني كده اللي هو ده من تشاد، فكان ده اتاريه كان معاه 6 تاني، دول من نيجيريا باين، فدول ضغطوا عليهم الفترة الطويلة دي اللي اختطفوهم، كانوا بيضغطوا عليهم انهم ينكروا المسيح، فديكهم استكانوا وخافوا. انا مش هلومهم لان ده ضعف بشري برضو، يعني بتبقى موتة شنيعة مش عادية حتى. فالستة انكروا، فضل واحد، فضل قالوا له اوعى تنكر المسيح، اوعى تنكر المسيح. فقال لهم شوف الههم الهي وايه ومصيرهم مصيري، ولو لاحظتوا احنا كلنا هو لفت نظرنا لكنه واقف ثابت. انا عايزه اقول انا جبتهم ليه، الثبات اللي كانوا فيه، والاخر لحظه شوف لما واحد يتحط على رقبته سكينه حاميه وهتتقطع وتطير، وهم عارفين وحشيه الناس دول، ولم يهتزوا ولا انهاروا ولا صرخوا ولا خافوا. وفي منهم ناس لو خدتوا بالكم كانوا شخصين الى السماء، كان كل نظرهم فوق، لدرجه المستشار احمد الزند قال دول كانوا ابطال، اللي بيذبحوهم خايفين وملثمين ومهزوزين، ودول في منتهى الثبات. مين اللي اداهم الثبات ده؟ مين اللي اداهم احتمال التجربه الفظيعه دي؟ ده في شاب كده قاعد يضحك، قلت له يا فلان لو انت لقيت ان في سيف على، قال لي هجري. وده ايه؟ الضعف البشري، احنا نجري ليه؟ ما عندناش احتمال للتجربه، رغم ان التجربه دي كل واحد يقول ايه التجربه دي من عند الله. لا، التجربه دي ليها 4 اسباب. تعرفوا ايه؟ ها؟ التجربة دي قد تكون من الخطية محبوبة في نفسي مش قادرة ايه؟ مش قادرة اتنازل عنها، او قادرة اعترف بيها، الكبرياء. عمك ايوب كان راجل بار ومستقيم القلب، لكن كان في حتة ايه؟ هو مش معترف بيها، بدليل ان لو معترف ان الحتة دي خطية ما كانش ايه يقدم عن ولاده، وما يقدمش ذبيحة عن نفسه. تمام؟ فضل ربنا يعملها له كتأديب كتنقية. فلما يعني هو بقى كان مؤمن، مراته كانت بتمثل الضعف البشري. لحد دلوقتي انت محتفظ بكمالك؟ لحد دلوقتي مش زعلان من ربنا؟ يا عم روح ايه بارك الرب وايه وموت، لكن في الترجمه كان معناها ايه؟ العن الله. شوف قد ايه. فرد عليها وقال لها اخيرا من عند الله نقبل، وتتكلمين كاحدى الجاهلات. انا عايزه اقول ان احنا كامهات بنمثل شخصيه مرات ايه؟ ايوب، انها مش قادره تعرف. هو فضل في الاول ينسب لله اساوى، يقول له مين يقدر يقف قدامك يا رب؟ حكمك، يعني حكم الاوعى الضعيف. وكان ينسب الى الله ظلم، انت طب انا عملت ايه؟ فاحيانا كثيره بنتذمر، روح التذمر يجيب لنا ايه؟ يجيب لنا تجربه. واخدين بالكم؟ زي شعب بني اسرائيل لما تذمروا على الله رغم كل العطايا الحلوه، حرمهم من ايه؟ الجيل اللي تذمر ده حرمه من دخول ارض الموعد. فاحيانا التذمر على الله وبننكر عطاياه يوقعنا في تجربه. يبقى الكبرياء
الخطية المحبوبة، في خطية محبوبة ما بقدرش أسيبها، بفضلها على ربنا، فيفضل كده ربنا شوية إيه يلسوعنا شوية شوية، عايزنا، مش عايز حد يخرج من حضنه. ده إلهنا حلو وطيب، يعني تفتكروا 21 اللي ماتوا على اسمه ما كانوش شايفين الأكاليل؟ معظمهم كان باصص فوق، التعليقات كلها انهم ما بصوش تحت، ما ولو بصوا تحت هيخافوا وينهاروا وهيشوفوا السواد كله. وده اللي بيخلينا الانسان اللي بيبص في العالم بيشوف بلاوي كتير وبينسى طاقة النور اللي فوق. عشان كده الله عايزنا نكون خدام سماويين، نبص فوق، نبص له. كل الذين نظروا اليه وجوههم استنارت ولم تخف. عايزين نشوف ايه اللي خلى 21 دول صمدوا في التجربة. واخدين بالكم؟ تربوا تربية مسيحية سليمة. احنا عندنا اخطاء كتيرة بتؤدي ان ولادنا ما يحتملوش اي قهر ولا اي ظلم ولا اي اضطهاد ولا اي تجربة. ليه؟ تعالوا شوف يوسف. يوسف ابوه قال له روح ايه افتقد سلامة اخواتك، كان مشغول على اخواته الكبار، لكن كان عنده امانة، اتربى على ايه؟ على الامانة. هو راح ما لقاهمش في المكان ده، خلاص كان يرجع، يا ابويا انا رحت ما لقيتهمش، لكن امانته اللي اتربى عليها من ابوه، واخدين بالكم، خلاه يجري ايه يدور عليهم. وهم بقى ايه الاخطاء برضو اللي خلت اخوات يوسف لا كان خطأ من يعقوب فين؟ في التربية. ودي احنا بنقع فيها برضو، يعني موضوعنا النهاردة اخطأنا في التربية مع ولادنا. مفيش ام ولا اب ما بيحبوش ولاده، لكن احيانا بنعرض هذا الحب، بيبقى من الحب ما قتل. احيانا يقولوا ايه ده حبهم لينا بيخنقنا، فتصرفاتنا الغلط الغير سليمة بتأدي الولد هش لأولاد ما يحتملوش التجربة، ما يصمدوش. يعني شاب مثلا اتربى في بيت سليم الإيمان وغزوه وابتدوا يفهموه ان اي حاجة في من اجل اسم المسيح نفرح بيها، وان المسيح دايما الام كانت تحكي قد ايه تعذب علشاننا وقد ايه اضطهد من اجلنا وهو البار. فلما الام تغذي بالايمان السليم يحصل ايه؟ يحصل لما يشتغل ويلاقي الاضطهادات والظلم يفرح. لكن في شباب بيلعن الدنيا، وفي شباب بيتذمر على الله، وش معنى احنا؟ وعشان انا مسيحي ده انت تفخر ان انت مسيحي، ده انت من ولاد الخاصة الملكية، هو انت وبس، ده انت ابن ملك الملوك ورب الارباب. ليه؟ اتربى سليم. من وظائف الاسرة، الاسرة ليها كم وظيفة؟ ها الاسرة وظيفتها ايه يا شباب الامهات؟ ها تسليم الايمان اول حاجة. انا ابص الاقي كتير اي زعلة، مثلا شاب يزعلها من الكنيسة، يزعلها من المرشد بتاعه، من الخادم بتاعه، يجري على طايفة تاني. من السهل جدا ان اولادنا بيروحوا طوايف تانية. الله، طب ليه ما تسلموش؟ تقول لك ايه كتير بنات وولاد، يا بنتي طب ما احنا عندنا كنيستنا غنية، طب هم بيعملوا ايه؟ بيتكلموا عن يسوع. طب عند العقيدة يا بنتي ده الاسرار كلها مثلا ما بيعترفوش بيها. طب ويعني
في الاخر ربنا هيحاسبني على ايه؟ انا مسيح. شوف متسلمه الايمان غلط. كتير جدا نقرا حاجات وتكون مخالفه للعقيده والايمان السليم بتاعنا. بنكون راضعين في التربيه لبن مش لبن مخشوش، فبكون جعانه اروح الاقي هناك بقى. احيانا ما بلاقيش هنا مثلا حضن دافي. فالانسان المتعطش الاسره لازم تسلم الايمان الصحيح. اغسطين تيموثاوس بولس قال له ايه؟ انت الايمان الصحيح ده خدته منين؟ من امك ومن جدتك. قداسه البابا راح، بابا شنوده يعني، راح يحتفل بالعيد الالفي لتاسيس الكنيسه الروسيه، الروس ارثوذكس زينا. فكانت تعرفين الحكم الشيوعي كان 70 سنة، وكانوا يويل لو لقيوا كتب دينية كانوا يفتشوا في البيوت زي ما يكون بيفتشوا عن مخدرات. لقوا كتب عن المسيح، أناجيل ولا تفسير ولا أي حاجة، تتحرق ويتحبس صاحبها. فكانوا زي عهد الاستشهاد يصلوا كده خفية وكده. 70 سنة في حكم شيوعي، يعني حكم ملحد، ما فيش ربنا وما فيش المسيح. فلما في سيدنا راح، لما انهارت الشيوعية، واخدين بالكم، فراح لقى الكنيسة مليانة لسه. القديس بطرس دي ايه، كاتدرائية كبيرة جدا، لقاها مليانة. فبيسأل البطريرك هناك، الله، ده انتوا عندكم 70 سنة، انا قلت ده المسيحية اندثرت. المسيحية ايه؟ ما فيش، مش هلاقي 3-4. وانا شايف شباب، قلت يمكن الاقي ناس عواجيز. قال له لا، عارف الايمان فضل صاحي ليه؟ لان الامهات والجدات هم اللي رضعوهم الايمان، فدي حاجة مش جديدة عليه. فالله هيحاسبنا. اول وظيفة ان احنا ايه؟ تسليم الايمان السليم. انا بيعجبني قوي لما ام تاخد طفلها وهو رضيع كده، وايه؟ تدخل تتناول بيه وتجيبه قدام الايقونة، وايه؟ يبصها كده، وماما العذراء، ولما يتعب يا ماما العذراء صلي لي. بتعلمه القربانة وتقول له دي ايه؟ مش مجرد عيش. تولع شمعة. الأب مثلا ياخد ابنه ويركع قدام الهيكل. كل دي طقوس بنشربها ايه؟ بنشرب العقيدة لأولادنا. لكن احنا الوظيفة التانية ان انا اعتني بيه جسمانيا. خلوا بالكم كان الرب يسوع ينمو في القامة، يعني في الجسد والحكمة والنعمة. الحكمة يعني ان انا اقومه انميه روحيا وجسديا، مهملوش. انتوا عارفين لما ام بتسيب طفلها في سن حضانتها ويحصل له اي حادث، تتحاكم وتتحبس. الله، طب انا رحت شغلي. لا، انت اهملتيه. مفروض ان الدولة والقانون الدولي الوضعي اللي من حكم البشر بيحكمك لو انت اهملتيه. كمان ما بيجيش بقى يحكمك لو اهملتيه روحيا، لكن مين اللي يحكمك؟ مين لما ابنك ولا بنتك يطلعوا ما يعرفوش حاجة عن المسيح؟ لما تلاقيهم ما يعرفوش حاجة عن الامانة اللي هي اهم حاجة في المسيحية. كنت امينا ايه في القليل اقيمك على الكثير. ادخل الى فرح سيد. الشهداء دول كانوا امنا وعاشوا في امانه للنهايه، وخدوا الاكاليل. الذي يصبر الى المنتهى فذاك يخلص. احنا ما بنعلمش ولادنا الاحتمال، ما بنديهمش القيم بتاعه المسيح، ما بنديهمش قوه الروح القدس. لو اي ولد تعرف يا حبيبي عيني صايم، لا ما تصومش، صحتك وحشه،
قولونك متعب. ليه؟ صدقوني صدقوني ان الواحد في الصيام بيبقى اكثر نشاطا، وان ابتدى شعب اسرائيل لما ياكل اللحوم لحد ما طلعت من مناخيره ابتدى عمره يقصر، واللحوم دي بتسد الشرايين، والاكل الدسم ده بيدي تخمه وكسل، واخدين بالكم؟ فانا افهمه بيوت تبقى بركه، ابص الاقي حتى الاطفال اقول لهم الطفل 5 6 سنين حرام، وكلي حته فرخه، هو نفسه بيرفض اكل يا ماما معاكم. تفهموا ليه احنا صايمين؟ المسيح صام عننا. تربطوا بايه؟ بالمسيح واللي عمله علينا واللي عمله بسببنا. لما شاب يتعرض لاي ازمه او اضطهاد او ظلم، انت تيجي ايه؟ تيجي ايه قدام اللي المسيح شاف؟ تفتكر ربنا مش هيحاسبنا عن اهمالنا ان احنا علمنا ولادنا طريق الله؟ طب علي الكاهن كان ايه؟ رئيس كهنة، والكتاب ما ذكرش اي خطيه شخصيه لعلي الكاهن، يعني ما قالش ده كان سارق، ده كان ده طلع فالصو، ده طلع ما يستاهلش انه يبقى كاهن. لا، نسب ليه ايه ومات الموتة الشنيعة دي؟ ها؟ انه اهمل في ولاده. بيقول لك حتى لما كان بيشوفهم ماشيين في الغلط ما كانش بيراجعهم. وده اللي بيحصل معانا كأمهات. طفلة مثلا تلاقي حاجة في حوشك، في حوش المدرسة. أنا حفيدتي جت من فترة لابسة ساعة. قلت لها مش دي الساعة اللي بابا جابها لك ولا الساعة اللي أنا جبتها لك يا مريهان. قالت لي يا تيتا دي لقيتها في أرض الحوش. طب ما وديتيهاش ليه للمس؟ قالت لي مس متعصبة بتاعت عربي. سلم. هي في مدرسة مسيحية بس ايه دي بتوع العرب انتوا عارفين. فقالت لها قالت لها يا مس انا لقيت دي فين؟ في الحوش. قالت لها طيب البسيها، ولما اي بنت هتشوفها معاك هتاخد. قلت لها لا يا ماما اوعي. واتخانقت مع مامتها، قلت لها ليه تخليها تلبسها؟ لو اي زميله ليها تقول لها انت حراميه، دي ساعتي دي ساعتي. علميها ان اي حاجه ما تجيهاش هنا. في قصه رمزيه معرفش صح ولا غلط، ولد ما بيقولك اللي يسرق البيضه والاهل يبقوا مبسوطين، برافو يا حبيبي. مش عارف الامانه في حاجات صغيره. اسلكوا بالتدقيق، ده فعل امر، اسلكوا بالتدقيق. هل انا علمت ولادي انهم يسلكوا بالتدقيق لحد ما يكبر يسلك بالتدقيق كاساس الامانه من الحياه المسيحيه؟ ابونا مخايل ابراهيم كان بيعمل ايه؟ يروح الصبح نص ساعه لو ما لحقش يقرا الجورنال، نص ساعه قبل ميعاد العمل. شوف الامانه، يا سلام. تعالوا شوف الموظفين، اللي كانت تجيب بسلة وتفصصها، واللي تجيب مهلوخية وتقرطفها، واللي تشتغل تريكو. اهلا يا حبيبي، حاضر. واخدين بالكم؟ يبقى ايه؟ مفيش امانة. انا دايما بحكي القصة دي. كان في ولاد في ثانوية عامة، وابوهم كان بيشتغل في شغلة حلوة يعني، فكان المدرسين الخصوصيين جاب لهم احسن مدرسين يعني يطلبوا منهم ملازم ويصوروا كده. فالاب كان يجيب ايه رزم من الورق الفاضي والقلمه من الشغل. ففي ولد منهم كان المدرس بتاعه في مدرسه الاحد شاب حلو وعلمه الايمان والامانه. فالولاد كانوا يعني ايه كانوا متفوقين، وابوهم جايب لهم مدرسين واخدين دكتوراه، كانت الرياضه الحديثه لسه داخله. المهم ما بخلش عنهم بحاجه. وجه راح كان فتح سرور ابتدى يبقى اللي هو وزير التربيه ساعتها، وراح ما اصلا ايه عايز يقلل عدد الجامعه، فراح اللي فوق ال 85 ولا 90 نزلوه. فالعيال ما خدوش الكليات اللي كان مفروض يدخلوه.
فالولد ده اللي أستاذه معلمه الأمانة كان من الشباب يعني اللي في الكنيسة هناك، قال لي: عارفة يا مس، أنا قلت لأبويا ليه إحنا ما وصلناش للي مطلوب؟ لأن كان في بيتك حرام يا إسرائيل. ولا أنا قلت لبابا كده؟ قال له: يا واد حرام إيه، وأنا سرقت إيه؟ قال له: يا بابا الورق الفاضي ده حق الشوك، أنت كنت بتجيب لنا رزم، ففي حاجة حرام طيرت مجهودنا. مين فينا بنعلم ولادنا الإيمان الصحيح اللي نمشي فيه بأمانة ونحقق وصايا المسيح؟ وصايا المسيح يا جماعة تخلي تنتج إنسان زي الذهب، زي الذهب ترميه في أي بلوة يطلع هو. يعني الشباب، يوسف الصديق كان بعيد عن أهله وترامى وتحبس، رضي يستجيب لمرات فطيفار؟ ده كانت خليته رئيس القصر، قال لها: أبدا. وشوف اتهمته بإيه، وحتى في السجن كان ماشي بأمانة. اللي ابتدوا رئيس السقاة والخبازين يشهدوا في صالحه. أنا عايز أقول نحرص على أمانتنا في تسليم الإيمان. لما يشوف البيت مثلا على طول مشغل أغاني، لما يشوف البيت مطلوب القدوة، دي أخطاء في التربية. لما في حد يطلبني وأنا أكون مشغولة وأقول لابني، أقول له إن أنا مش هنا. الكذب مش حرام لما أمي بتعمل كده. في طفل قريبنا أبوه ضربه لان جه قدام الضيوف وراح شتم شتيمه يعني لا تقرا ولا تسمع. فالولد راح لام: طب انا عملت ايه عشان بابا بيضربني؟ طب ما هو بيقول الشتيمه دي. فالولد ابوه يعني كان قريبنا يعني، قلت له: يا ابني مش انت على طول الشتيمه دي ببقك؟ يبقى عايز ايه؟ هل احنا قدوه في التكلم، في التصرف، في المحبة؟ لو بيت شبعان الولد والبنت من المحبة وعدم التمييز، ايه اللي تعب يوسف؟ ان ابوه ميزه كان بيجيب له ايه؟ القميص الملون. احيانا كتير، ودي يمكن اللي انا حاولت اتفاداها مع ولاد في الصليب. انا عندي 3 ولاد، كنت اديهم مصروف واحد. الولد الكبير يقول لي: طب وانا اخد زي الصغيرين ليه؟ قلت له: انت اكبر منهم بسنتين، يعني ما فيش فرق في البدل، في اللبس، كل حاجه. كنت احاول ان انا ايه، يبقى في مساواه في اللعب. كل ده ليه؟ علشان ما يشعرش بالتمييز. لان دي يعني مثلا ايه، انا حتى بقولها مع ابني مالوش اخوات بنات، ووالده اللي هو جوزي برضو يعني العيله كانت تفتقر للبنات. فلما هو خلف ولد في الاول، والولد حلو وديسنت وظريف وزي القمر، جه خلف بنت اقل في الشكل ولا حاجه، لكن لانها بنت حطتها على طول على حجره، وهات يبص فيها ويعمل فيها. لقيت ان الولد الكبير ابتدى ينزوي، وابتدى لما ابوه يتدور كده يمسك يقرص البنت، يضرب البنت. قلت له: ده بنت وولد ما فيش غيره. لما انت عملت ميز الصغيره الملسوعه دي وسايب الولد الظريف ده، وان جه جنبيها ولا خدت ما مفتريه بقى، حاسه ان ابوها بيدافع عنها على طول، مش عارف تاخد حاجته وتنكش انضربها بقى او زعق في، بس بتضربش اختك. قلت له: التمييز ده انت دمرت الولد ده، دمرته، يطلع حاقد عليك وعلى المجتمع وعدواني. الولد دلوقتي داخل على المراهقة، يعني تبص تلاقيه اي حاجة بس يا ولد عيب. قلت له: بتصادر رأيه،
دي اخطاء في التربية. ابتدى الولد بعد كده يقعد في اي مجتمع الصغيرة دي تلبلب وتتكلم وتلاقي استحسان حتى لو لخبطت، وده لو قال اي حاجة يصادر رأيه، يطلع شخصية شكلها ايه. مش دي اخطاء في التربية؟ ما بقولش انه بيكره، لكن في غباء، في جهل في التربية والمعاملة، ما تطلعش انسان سوي. واخدين بالكم؟ والواد كره الكنيسة وكره وكره، ولسه بنعيد تأهيله مرة تانية. طب ليه؟ ليه التصرفات دي؟ ليه التمييز؟ الله لا يحاب الوجوه، خلي بالكم. كان في لعازر، ها، الفقير والغني، قال لا ده عشان غني اخده ادخله الملكوت، والفقير ده احتقره. ده الفقير لانه كان ماشي كويس دخل فين؟ في حضن القديسين. والتاني قال له لا، انت ده استوفيت، ده استوفى عذاباته وانت تنعم. الله لا يحاب الوجوه. لو كان الله بيميز بين ولاده كانت الدنيا اتخربت، ما كانش يبقى لنا ايه. وبدليل انه جاب الامم الوثنيين ورحب بيهم واستقطبهم. فالتمييز ده مدمر. عدم القدوة، الطفل لما بيلاقي فيه مشاكل بين الاب والام. اعرف واحد طفل كان شكله كده اجنبي وجميل وكان في مدرسة اجنبية، ولما الاب والام اختلفوا مع بعض راح واخد الولد ودخله مدرسة مير. بتعند في مين يا بني ادم؟ بيعند في الام. طب بتعند ده ابنك. فالمس بتحكي للام، يعني الام راحت شافته قالت لها الولد ده نظيف وقاعد سرحان ومش مركز. قالت لها معلش، عشان قالت لها انا خدت الولد على جنب لان لقيته ولد حلو جدا وجاي من مدرسة اجنبية، فده مش جوه وقاعد قلقان. فبيقول لها انا خايف ان كل شوية بابا وماما يبقوا مختلفين وماما تسيب البيت، وخايف طب لما ماما تسيب البيت وبابا ياخدني ولا يفكر يتجوز تاني. كان الولد عنده بتاع 9 سنين يعني مدرك. مش ده خلافاتنا دي بتدمر الاطفال؟ كل بيت ينقسم على ذات ويخرب. في واحدة كانت زميلتي في الشغل تقول لي جوزي مشربني الويل، لكن انا اروح مشغلة فيلم ايه، ام الغلابة اللي كان جوزها يضربها ومع كده ما حقدتش عليه، ولما رجع لها بعد ما رمته الهانم اللي كان ماشي معاها ورجع عيان وسابها بلا مأوى ولا شغلة ولا اي حاجة. وبعدين بيقولها تخدميني، فخلوا بالكم في فقرة كده قالت له اخدمك بعناية يا حبيبي. حبيبك ايه؟ ده بهدلك. ولكن رغم عن كده الحب. واحدة قالت لي جوزي كان دايما مخصمني وابقى مش عارفة اعمل ايه، ولكن قدام العيال وقدام البتاع حرصت على نفسيتهم، ودايما يقولوا لي بابا مش عارف ايه، اقول لهم ابدا ده بابا بس جاي تعبان، ده بابا مش عارف ايه، لو يتعصب عليهم طب ما هو يعمل ايه، ما هو تعبان بسببكم يا اولاد، عايز يلبلكم كل طلباتكم. تقول لي طلعت ملاك قدام ولاده عشان الولاد ما يتحطموش. لكن مع الاسف بنبص نلاقي، يعني انا في لجنه الاسره دي في المصالحات على طول، فابص الاقي على طول الام تاخد جزء من العيال في صفها ضد مين؟ ضد الاب، فتهدم رمز الاب. فجيت في مره قلت لها بصي انت عمالة تحقري من شأن ابوهم، وابتدوا يتطولوا عليه، كان صبيان عندها، هيجوا يوما ما هيضربوك. وقد كان صدقوني ما افقدتهم احترام الاب.
احنا زمان لو امي الله يرحمها تقول طب انا نفضل نترجاها ونبص على ايدها ما تقوليش لبابا، رغم ان بابا ده اللي عمره ضربنا ولا عمره زعق لنا، بس هي عامله له الهيبه بتاعته. قام يطلع نحترم الكبير، ننظر لكل واحد كبير ان هو اب يحترم. لكن انا لما اهزق الام او اهزق الاب افقدتهم الرمز، رمز الكبير. لاحظوا بقى ان الجيل الايام دي ملوش كبير. كتير يقولوا لي تعالي هنعمل ندوه الاعدادي، تعالي هنعمل ندوه الثانوي. ليه؟ العيال خلاص ما بيحترمناش. ده ليه؟ فلت العيار. ما انا افضل اضغط اضغط بحكم ان انا يعني اعمل ده يا ولد، ما عملش يبقى انكر الايمان. خلاص فتره يفقد همته واحترامه، كتر الضغط يولد ايه؟ يولد الانفجار. فدي اخطاء ان ما بيبقاش في قدوه. طفل كل ما نقول له يعني رحت انا وابونا كرولوس نزورهم، عندها 3 اطفال، الخايفه من البرد ما توديش العيال مدارس الاحد. الولد كبر الكبير بتاع خلص اعدادي او تانية، يعني في السن خطرة ولا يعرف حاجة، ما فيش اي معلومة، ما بيروحش مدارس الاحد. طب خديه بنتي ناوليه، طيب لما الجو يتحسن هربي. طب اللي يتحسن مثلا، لا ده في تراب والولد الصغير عنده حساسية، ما هربي. هذا الولد يعرف من ايه؟ يرضع الايمان وهو طفل. كان الانبا غريغوريوس مره بيقول لنا ايه في محاضره، يعني ودوا الطفل الكنيسه وهو رضيع. طب وهيفهم ايه ده؟ قال لما يسمع الحان الكنيسه والدف وبتاع، هتبص تلاقيه كده ايه بيرقص، هو مش فاهم. لما يجي ابونا يناوله يبوس ايد ابونا. في اطفال لما يجي يناوله يشوفوا الاب الكاهن لابس اسود يصرخوا ويصوتوا. ده ليه؟ افهم على طول ان الام ما بتجيبوش الكنيسه. يقول لك لما يدخل في الكنيسه من طفولته يرتبط بيها ويحب الكنيسه. هل احنا كامهات نعمل كده زي مونيكا ولويس ونوميكا ومونيكا الام والجد، تربيه الجدود، تربيه الامهات؟ بس الامهات مش شرط تكون خادمه، ولا مش شرط تكون رايحه الكنيسه وداخله الكنيسه. هل في كنيسه في البيت؟ هل في صلاه؟ انا بفرح قوي لما اروح اهني خادمه مثلا متجوزه جديد او خادم ويقولوا ادي مكان الصلاه، يعملوا كده مخدتين فوق بعض ومش عارف يحطوا عليها ايه، وقدام صوره وانديل وحطوا الكتاب والاشبيه، ده المكان اللي ايه؟ في مذبح في البيت، في المسيح في البيت. تبقى أسرة مسيحية يسر بها قلب الله. لكن دخلنا بقى أغاني، دخلنا مفيش المسيح، يبقى في مشاكل، في شيطان بيعطل، في شيطان مش عايز الأسرة دي تطلع منه. ولعلمكم بولس مش قال وقد أعقنا الشيطان؟ فعلا يعني نادر، وخصوصا لما يبقى عارف انك هتيجي تتناول، يبقى لازم الكنيسه تنبع منين؟ الكنيسه التي في بيتك. الكنيسه ما دام تبقى في بيتنا تبقى كل تعاليمنا سليمه، يبقى بنرضع ولادنا محبه وعدم تمييز وقدوه حلوه، لا الام تشتم ولا. جيب مره ولد كده قال لي حتى روح مع تيتا ومع ماما وبابا، رحنا شرم الشيخ، ماما وبابا كانوا ينزلوا البسين ولا البحر، قعد مع تيتا كل شوية تشتم فيه. لما انا بقول له يا ابني انت بتشتم ليه كتير كده؟ قال لي بابا طول النهار يشتموا، يضربوني، يعملوني. ده يبقى جو بيت طارد. يجي يقولوا الله احنا علمناهم ومشوا، مش عايزين يشوفوا وشنا. اعرف شاب راح شرم الشيخ، ومن الخلافات بين الام والاب راح اشتغل، ولا مش عايز اشوف وش حد فيكم.
بقاله كام سنة مش راضي يجي ولا حتى يهتم بأمه ولا بابا. ليه؟ يقول ده بيت جهنم. أحيانا بنات تبقى عايزة تتجوز أي عابر سبيل عشان تخرج من البيت والنكد اللي فيه. واخدين بالكم؟ يعني عشان الوقت داهمنا يعني، فلازم نردعهم الأخطاء اللي في المعاملة بتؤدي إن يبقى أولادنا في صورة هشة لا يحتملوا التجارب. يعني في تجربة أكتر من اللي اتعرضوا لها العشرين واحد دول، لو متأسسين كويس. أنا لما شفت آبائهم وأمهاتهم والإيمان اللي فيهم والسلام اللي فيهم، أخوي يقول لي ولد اسمه صمويل، أخ واحد من الشهداء، بين لي أخين، ما هم كلهم من بلد واحدة، بيقول أنا نفسي أبقى زيه. إحنا في الأول انزعجنا، وفي يعني أهالينا منهم راح المستشفيات. طبعا طبعا ما هم بشر. واحدة بعد عنكم لما تشوف ابنها بيتذبح، ايه دي ده احنا ليلتها قعدت الصبح ببكي انا وجوزي، مش قادرين نحتمل الموقف. فبيقول انا عايز برضو ايه ابقى زي اخويا كده. ليه؟ لقيت ان الام لا، ربنا يهديهم، ربنا يسامحهم. شوفوا ربة التربية السليمة طلعت اشخاص ليهم صلابة الإيمان والاحتمال التجربة. مش كل واحد يحتمل التجربة، والذي يصبر إلى النهاية. فلما الواحد يعني التجارب دي بيبقى لها يعقبها مجد، يعقبها لما نحتملها كأولاد الله ونقبلها، الله يعاملنا كالبنين ويقول آه دي احتملت التجربة، اتصفت وتنقت زي الذهب اللي بيتحط في النار، اتصفت واتنقت وبعدين تبقى ايه بنتي حقيقة من الخاصة الملكية، مش مهزوزة، مش سبب عسرة زي ما بنشوف البنات دلوقتي والولاد في اللبس والكلام والتصرف لا يمجدوا الله ولا يعتبروا. كان زمان الواحد اذا قابل مسيحي يقول له هل قبلت اليوم مسيحيا، بتنعكس النعمة اللي في المسيحي على ايه، على غير المسيح. دلوقتي ولادنا دابوا، لا بنعرف نميز بين ده ولا من ده، لا في الألفاظ ولا في التصرف. فياريت نراعي، نقول له يا رب حكمنا وارشدنا عشان نطلع ناس أسوياء نفسيا وروحيا وجسديا، والمجد لله. معلش ده موضوعات طويلة، لكن خدنا جرعة كده بسيطة. وصلوا لي.